يواصل معبر رفح البري فتح أبوابه أمام دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وخروج المصابين الفلسطينيين ورعاية الدول الأجنبية. عبر المعبر إلى داخل قطاع غزة 73 شاحنة محملة بمواد طبية وغذائية ومستلزمات معيشية، إضافة إلى عدد من شاحنات من الوقود، بينما ينتظر خروج 25 مصابا فلسطينيا لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية. وفي هذه الأثناء يواصل مطار العريش استقبال المساعدات الدولية من الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الإقليمية والدولية، تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري. للمزيد من المتابعة والتفاصيل ينضم إلينا مباشرة من العريش مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. محمود، هل لك أن تنقل لنا المشهد اليوم ويعني وصول المساعدات المختلفة سواء عن طريق مطار العريش وكذلك أيضا المساعدات التي وصلت بالفعل إلى معبر رفح البري حتى اللحظة؟ نعم ريهام، بعد التحية، لازالت الجهود المصرية مستمرة فيما يتعلق بإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة. إذا تحدثنا بالبداية من معبر رفح البري الذي لازال تدخل من خلاله عدد كبير من الشاحنات، نتحدث عن أن صباح هذا اليوم دخل ما يقرب من 73 إلى 74 شاحنة إلى منفذ العوجة بالطبع الإخضاع إلى عمليات التفتيش. لكن على الجانب الآخر والجانب الفلسطيني وصل 60 شاحنة إلى الجانب الفلسطيني، بالإضافة إلى دخول 4 شاحنات للغاز. كل هذه الشاحنات المساعدات محملة بعدد كبير من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى أن المعبر لازال يستقبل عدد كبير من المصابين ومزدوجي الجنسية ورعاية الدول الأجنبية، ليصل عدد المصابين حتى الآن والحالات التي استقبلتها المستشفيات المصرية ما يزيد عن 20,000 حالة وفق ما صرح به وزير الصحة. في 25 مستشفى تم تجهيزهم في مدن القناة والقاهرة وأيضا في محافظة شمال سيناء. هذا بالإضافة إلى المسار الآخر أو النقطة الأخرى وتحديدا في مطار العريش، الذي لازالت الطائرات تهبط على مطار العريش، حيث استقبل مطار العريش اليوم طائرتين. الطائرة الأولى قادمة من الإمارات على متنها 46 طن من المواد الغذائية والإغاثية، والطائرة الثانية من قطر على متنها 41 طن من المواد الغذائية والإغاثية أيضا. وبذكر يعني بذكر وجود الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية، لازالت التنسيقات مستمرة بين الجانب الأردني والمصري فيما يتعلق بإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة. نتحدث عن أن حجم المساعدات الأردنية وصل إلى 4724 طن بإجمالي 27 طائرة هبطت على مطار العريش، وكانت أيضا ضمنها زيارة لولي العهد الأمير حسين في 10 نوفمبر السابق للإشراف على تجهيز مستشفى ميداني يتم دخولها لقطاع غزة، بها عدد كبير من الأطباء المتخصصين في مختلف التخصصات وبإجمالي 41 سرير. وهذا تنسيق يتم دائما بين الجهات المصرية والأردنية في وصول المساعدات الإنسانية وأيضا إيصالها لقطاع غزة. هذا بالإضافة إلى أن الممثلي الدول الذين يتواجدون في مدينة العريش للإشراف ومتابعة عملية المساعدات الإنسانية التي تأتي من قبل دولهم يترقبون أيضا زيادة وتيرة المساعدات، خاصة بعد تعيين الوزيرة الهولندية سيجريت كاغ اليوم كمنسقة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة. يترقبون ويأملون أن يكون هذا تنفيذ لقرار مجلس الأمن في إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية من داخل قطاع غزة وصولا إلى الجانب الفلسطيني، حتى يكون هناك أكبر عدد من المساعدات اليومية والشاحنات التي تصل إلى الجانب الفلسطيني. فنحن نتحدث عن جهود مصرية مستمرة في إيصال المساعدات وفي أيضا استقبال الجرحى والمصابين، وبالتأكيد بالإضافة إلى الجهود السياسية الأخرى التي يعني تتم للوصول إلى وقف إطلاق نار كامل في قطاع غزة. أشكرك جزيل الشكر مراسل التلفزيون المصري محمود جميل متحدثا إلينا من العريش. شكرا جزيلا محمود على هذه التغطية الوافية. شكرا جزيلا.